بعد أن أعلنت انسحابها يوم الأحد، عادت جينيفر لوبيز وأكدت مشاركتها بحفل الافتتاح. وسيتم أداء الأغنية الرسمية We Are One، كما كان مخططا لها من قبل بيت بول، كلاوديا لياتي ولوبيز على المنصة الرئيسية، ومع مشاركة أكثر من 600 متطوع بالعرض التكريمي للدولة المستضيفة ولمدة 25 دقيقة. يأمل الجميع أن يثير الافتتاح نفس الحماس الذي ستثيره المباراة اللاحقة.